فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اللحوم المستوردة من بلاد النصارى والتي لا نعلم عن حالها، ما حكم أكلها؟ هو الأصل ذبائح أهل الكتاب حلال بنص القرآن، ولكن عارض هذا أنهم يذبحون على غير الزكاة الشرعية، إما بالماء الحار، وإما بأنهم يعملون مقاص وتمر عليها الحيوانات وتقص رقابها، هذه ما هي بذكاة، هذه إنما قصدت ولا ذكر اسم الله على كل واحدة، ولا نعم، هذا ذبح جماعي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.